آمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبدأ سريعا ببذل ماله في خدمة دين الله، فأعتق العبيد وبذل من ماله الكثير، حتى وقف يوم العسرة بين يدي المصطفى صلوات الله عليه وقدم كل ماله، فقال له النبي: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. عمر يبذل الكثير 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 من ماله ويبذل نفسه في سبيل الله. عثمان يبذل الكثير الكثير من ماله، يتصدق يوما بقافلة كاملة فيها جل ماله، يرجو بذلك وجه الله. تصدق يوم العسرة يوم تبوك بمال كثير، حتى قال النبي صلوات الله عليه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. علي بن أبي طالب يبيت في فراش رسول الله صلوات الله عليه، والمبيت في فراش رسول الله صلوات الله عليه ليلة الهجرة تعني أمرا واحدا، وهو أنه قد يقتل على أيدي المشركين، ومع ذلك يبذل نفسه في سبيل الله ولا يأبه، ويبذل ماله في سبيل الله. كل من هؤلاء العظماء، ما الذي دعاهم إلى أن ينفقوا أموالهم وأن يعرضوا حياتهم لهذا الخطر العظيم، لولا أنهم كانوا يرون نتيجة ذلك في موضع آخر؟ فما من نتيجة مادية أمام أعينهم يرونها سريعا، إلا أن قلوبهم قد اطمأنت وأيقنوا كما أخبرهم المصطفى صلوات الله عليه أن الصدقة يجد أثرها في الآخرة عظيمة، وأن التضحيات والتقديمات التي يقوم بها يجد أثرها في الآخرة عظيما، بل أيضا في الدنيا، لأن النبي صلوات الله عليه يقول: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة فيطمئن قلب المؤمن. والحمد لله رب العالمين. أنا لها أنا لها من غير أحمد قالها، يا ربي هذه أمتي، شكرا له.